بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الكرة بين المتعة والعذاب. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. الحلقة 906 من ملك وكتابة يرى فيها المهندس عدلي مفارقة بين الكرة أو للكرة بين المتعة والعذاب. كرة القدم كلنا حبيناها لما فيها من دراما وإثارة، وبتلخص لك قضايا الانتماء والتعلق والشغف واللهفة والترقب والسعادة وأحيانا الحزن، ثم طاقات التحدي والانطلاق. دائما هناك أمل وهناك متعة في هذا المزيج الساحر الذي توفره لك كرة القدم. ولكن يتحول الأمر إلى يعني شقاء وعذاب و ما بقاش حد مبسوط، ما بين مشاكل، ما بين سوء تنظيم، ما بين إعلام خرج عن مساره تماما، ما بين جماهير هي عصب الحياة الكروية، ولكنها أيضا تحتوي كثيرا من طاقات الضغط على كل الأندية وعلى كل العاملين في نطاق كرة القدم. أصبح المسؤول النهاردة بيتعرض لضغوط، مش بس ضغوط مسؤوليته، لكن أيضا بضغوط أنه قد يحتاج أحيانا أنه يعني يدافع عن نفسه أو يتملق وضع من الأوضاع وعلى عكس قناعاته. الكرة يا أستاذ إبراهيم الآن إذا لم نتنبه هتاخدنا بعيدا جدا عن معاني الرياضة، يعني بعيدا جدا عن معاني الرياضة، لكن قريبا جدا، قريبا جدا. على ما نشوف الفرق بين بعيدا جدا وقريبا جدا دي بتاعة المهندس عدلي، نشوف أبرز عناوين الحلقة. الدوري والمطبات الصعبة، هوامش على دفتر الأزمة، شهادة من العالم الآخر، وأخيرا جامد ليه وعلى مين؟